سمعت شو عملوا أتباعك بالغرب يا سيد إسلام؟ إيه والله سمعت، طوروا البلاد وساعدوا على نمو الاقتصاد ومحل محله حل السلام والأمان. لك أي تطور وأي نمو وأي سلام؟ أتباعك خربوا البلاد بالإرهاب؟ لا لا اسمح لي، هيدول مو أتباعي، هيدول خارجين عن الدين دكتور. إيوة، يعني بدك تفهمني إنه هدول الإرهابيين مش مسلمين؟ يعني كفرة؟ لا تقولني ما لم أقل دكتور. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فكيف الأمر بالنسبة إلى تكفيره؟ لا شك أنه أعظم الإنسان. قضية التكفير قضية خطيرة جدا. طيب مين هنن هدول اللي عم يقتبسوا كلامك ويقتلوا باسمك؟ إذا مش مسلمين معناتها كفرة. يعني كل ما واحد مسلم دبح له كم كافر بدنا نكفره؟ هيك بيصير نكفر نص الأمة دكتور؟ لا لا، أنا بستنكر أعمالهم بس ما بكفرهم. وليش لا؟ إيه بس كل من قال أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هو مسلم وما بيجوز تكفيره، انتهى، نقطع السطر. مهما عمل يعني؟ مهما اقترف من كبائر ما عدا الشرك بالله. وطريق أهل السنة والجماعة دكتور بيقول إنه المسلم وإن فعل الكبيرة ما له الجنة إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله. يعني الإرهابي اللي بيقتل غير المسلمين ما له عقاب عندك؟ إيه علينا شو بتحب التكرار دكتور، حسابه عند الله. عند الله وشو ما عمل بيضل أحسن مني أنا الكافر، مو هيك؟ إيه ما قلنا لك بالجلسات السابقة أنه دم المؤمن أحسن من دم الكافر؟ شو بنا دكتور؟ شو نسيت قول سيدنا عمر رضي الله عنه: إنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. مسلمين وأعمالهم مش من الإسلام، خارجين عن الدين وما بيجوز تكفيرهم، وبيقتبسوا كلامك وهن مش أتباعك. يا أخي ما فهمنا شي من كل هالتخبيص الكلامي. لا تخبيص ولا شي، كلامي واضح ولا مجال للالتباس. وجماعتي اللي بتسميهم إرهابيين عندهم نفس الأهداف والدوافع تبعي، بس شوي هن متحمسين أكثر من اللزوم وما بيراعوا التوقيت والظروف الاجتماعية والسياسية. هاد كل شيء. يعني من حيث المبدأ ما في غلط بتصرف أتباعه، ولكن التوقيت مش مناسب. طيب وليش عم تستنكر أعمالهم؟ بستنكرها بالظاهر بس مش بالباطن. وبدك الصراحة الصراحة، من جواتي أنا فرحان بكل كافر يموت، بس ما فينا نقولها علنا دكتور، ما فينا. إيه بس القتل عند الله حرام يا سيد إسلام مهما كانت الأسباب، ومكتوب عندك: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. إلا بالحق، ما تقتبس أنصاف الآيات رجاء دكتور، والكلام هو عن قتل المسلم للمسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. واضح دكتور؟ ايه واضح. معناتها الارهابيين اللي عم يقتلوا الكفار ما عم يعملوا غلط؟ لا، وهن المسلمين على سنة الله ورسوله. ايه نعم. وانت بتستنكر اعمالهم بالظاهر بس من جواتك بتأيدها؟ ايه نعم بأيدها. حالتك هاي ممكن نوصفها بالنفاق. الحرب خدعة دكتور، خدعة. شو بنا؟ وين الغلط؟